هذا جبل احد، جبل احد تسمعي به. قال لك خطره الرسول صلى الله عليه وسلم كان طالع جبل احد، هو ابا بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، طالعين 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 حتى ولوا قريب في قمه الجبل. هي قال لك جبل احد تهز ولا يتهز. قال لك ولا يتهز صدر تباهيا بالصحابة هذوك ثلاثة والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا طالعين فوقه لما يتباهى على الجبال الأخرين. أي الرسول قاعد يتبسم ضحك، خاطبه الجبل، الجبل تكلم على بال، قال له زعما حاجة زعما نهار هذا حاجة فوق. قال له نبي، قال له أنا راه يتمشى على ظهري. قال لهم نبي وصديق وشاهدين، كانوا الصحابة عاد حيين عمر وعثمان، ماتوا شهداء هما في جوج مقتولين. قال له إن فوقي نبي على الرسول صلى الله عليه وسلم وصديق على أبو بكر الصديق وشاهدين. شوف بالفرحة ولا يردح ولا يدهس جبل أحد.